كان في مدرس يعني بالصدفة كده حد صوره، هو كان في رحلة لذوي الاحتياجات الخاصة، الولاد معاقين أعتقد كمان إعاقة ذهنية يعني، فهو جه وقت الغداء بتاعه يعني فمرضيش يتغدى غير لما أكل الولاد بإيده الأول يعني، فحد صوره في القصة دي، فكانت صورة لطيفة إن حد يعمل كده، إن حد يبقى أمين في عمله وأمين في إنسانيته إلى هذه الدرجة، بيأكل الولاد بإيديه زي ما شايفين كده في الصورة. ده مدرس في مدرسة للمعاقين وكان بيأكلهم بإيديه، وحتى جه وقت الغداء قال لا أنا مش هاكل غير لما آخر طفل يكون أكل وبقى كويس. طبعا احنا بنقول معاقين أو ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، سموها زي ما تسموها، بس ده مدرس أمين، مدرس عنده إنسانية، الإنسانية بتاعته بانت في الصورة دي. طبعا هو ما قالش لحد صورني، ما قالش لحد اهتم بيا، لكن هو حد من يبدو من زمايله هو اللي صوره، وزارة التربية والتعليم كرمته وأثنت على اللي هو عمله. الحقيقة الناس كمان على السوشيال ميديا قالت له كلام كتير خالص، الله يبارك لك، ربنا يديك الصحة، أنت إنسان، حاجات كده كتير قوي. وده لما بنشوف موقف زي ده هيبقى بيفكرنا بكم المدرسين اللي عدوا علينا في حياتنا، لكن في منهم واحد أو اتنين أو بالكتير تلاتة هم اللي أثروا في شخصيتنا، سابوا عندك بصمة، وسابوا بصمة بشكل أو بآخر. صح طبعا، يعني دايما نتكلم على مساوئ السوشيال ميديا، وصلتنا لإيه وعملت في حياتنا إيه، لكن فيها مميزات زي ما انتم شايفين. دي من الحاجات الحلوة اللي حصلت بسبب السوشيال ميديا، إن حد صور مشهد حلو إيجابي ونشره عشان يكرم الراجل ده والمدرس ده. ده رقم واحد، هو ما كانش مستني حد يصوره ولا مستني حد يقول له شكرا، ولا ده من العقد بتاعه هو بيشتغل في المدرسة، ما ضل إن هو يأكل الولاد ولا يسيب وقت راحته عشان يعمل، لكن دي حاجة إنسانية جواه. فالمدرس دوره قبل ما يبقى إنه يعلم يدي المادة بتاعته، هو عليه دور أكبر من كده بكتير. والولاد اللي بتحس أو الطلبة اللي بتحس أيا كانت المرحلة العمرية، أيا كان نوع الطلبة، إذا كان في مدرسة فكرية أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو في المدارس العادية، لما بتحس ان المدرس ده قريب منها ويقول انا بحس قريب مني، ده كانها المدرسه دي كانها اختي الكبيره، كانها مامتي، المدرس ده بحس انه اكيد زي ابويا، بيخاف عليا يعني. ده موقف من المواقف. انا لسه كنت بقول لصحابي انه من ايام برضو مش كتير كان في حد كبير هو نشر صوره المدرس بتاعه وبيقول ده المدرس بتاعي ايام ما كنت في ثانوي، هو خلص الجامعه واشتغل لكن لسه فاكر المدرس بتاعه، وبيحكي ان هو في ايام مرحله ثانوي عمل زي مشروع، كان نفسه يعمل بيزنس كده على صغير وهو في ثانوي من غير علم اهله. فهو بقى اذا كان مبلغ محوشه من عديات من مصروف من المبلغ ده راح ادال صاحبه وعملوا بيه حاجه مع بعضه، والفلوس خسرت وصاحبه عايز اللي هي لا انا ليه عندك فلوس، وحصلت مشكله كبيره. فالولد ابتدى يبقى طول الوقت سرحان وشارد في الفصل وبيفكر وخايف ان اهله يعرفوا فتحصل له مشكله اكبر. المدرس لاحظ ده وطلبه، قال له تعالى لي في الفسحه، فراح له فبيقول له ايه مالك انت، دي مش عادتك، انت دايما اكتف في الفصل، انت شاطر. فقال له حصل واحد اتنين تلاته وانا خايف ان اهلي يعرفوا. فالولد بيقول انه تخيلوا ان المدرس اداله الفلوس دي من جيبه، من جيبه، قال له عشان ما تحصلش مشكله، عشان انت شاطر وسمعتك حلوه محبوب في المدرسه فمحدش يتكلم عليك ولا بس ما تكررهاش تاني، لما تحب تعمل حاجه ارجع لحد اكبر منك، وابتدى يديله نصايحه. بعد ما بقى معاه فلوس وابتدى طول الوقت على تواصل مع المدرس، حب يرد لي الفلوس، المدرس مرضيش، لغايه لما عدى العمر والولد اتخرج والمدرس ده توفى، فهو نشر صورته بيقول قد ايه انا ممتن والراجل ده اثر فيا وفي شخص، لمسه انسانيه اتعامل معاه كاب مش كمدرس. واحد غيره هيقول له انا مالي ادفع له ليه واتغرم ليه واعمل ليه، ما غلطتك دي تعلمك وعشان تعرف ان الله حق عشان ما تعملش مش عارف ايه. ما حصلش كده يعني، لسه في الانسانيه وفي البني ادمين. وانا بشوف كده لما مثلا يلاقي الطفل نسي، انت عارفه الاطفال ممكن ينسى السندوتشات، يعني ماما تنسى تحط سندوتشات او تحط له سندوتشات تقول له في كيس تقول له ايه خدها من على الترابيزه، الواد بيبقى الصبح من مدروخ كده ومش فايق فينسى ياخد السندوتشات، تلاقي المدرس او المدرسه راحت جابت حاجه، يعني راحت اشترت حاجه من الكانتين للولد او البنت بدل السندوتشات لان شافته مش بياكل او شافتها مش بتاكل، ولو مش معاه مصروف وصحابه معاهم حاجه حلوه وهو لا فاتمان، دي بيبقى موقف طبعًا. بيبقى موقف حلو طبعًا. يا حبيبي طب كلت ازاي ما انت نسيت السندوتشات، يقول لك الميس جابت لي.
قد ايه بتبقى موقف حلو وموقف انساني. فالمدرسين بيبقى لما بيبقى عندهم الحس الانساني، وعدد كبير جدا معظمهم الحقيقه عندهم الحس الانساني الجميل، واحنا يمكن شفنا ده اللي تربينا عليه، ونتمنى نشوف ده في الفتره يعني في الزمن ده يكون ده موجود، يعني في الجيل ده يكون موجود من المدرسين. لكن السؤال النهارده، مين المدرس او المدرسه اللي اثرت معاك في حياتك مش ممكن تنساها ابدا، او مش ممكن تنساها ابدا؟ ابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت.